أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أكدت أن مصر تأثرت بظاهرة القبة الحرارية والتي بدأت اعتبارا من الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن تستمر الموجة الحارة في الأيام المقبلة بسبب تعرض مصر لمنخفض الهند الموسمي والذي يؤدي لارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة. وأشارت هيئة الأرصاد إلى تأثر دول العالم حاليا بظاهرة النينو التي تؤثر على ارتفاع درجة الحرارة الخاصة بالمحيطات، وبالتالي ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي، ما يؤثر على ارتفاع درجات الحرارة وحدوث موجات حارة بجميع البلدان ومنها دول الشرق الأوسط وجنوب أمريكا وشرق وغرب أوروبا.